النهارده تبقى مباراه جيده. خلينا نروح لاستاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي وتصريحات من خلال طبعا قناه الاهلي يعني عن المباراه طبعا وعن الفتره اللي جايه. مستمرين مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يسعدنا اكيد في هذه اللحظات ان ينضم الينا الاستاذ كامل زاهر عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مباراه مهمه النادي الاهلي والفيصلي الاردني، النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، يمكن تصريحات من فريق الفيصلي الاردني عندهم ثقه كبيره جدا، لكن احنا كمان عندنا ثقه في فريقنا. قول النهارده المباراه رؤيتك ليها ايه ومدى الاستعداد اللي انت شايفه على وجوه اللعيبه كامل بيه؟ لا طبعا الحمد لله، طبعا احنا اي ماتش، معلش انا عاوز اقول لك، سواء بطوله سواء دوري سواء اي ماتش النادي الاهلي بيلعب فيه لازم يبقى مركز ولازم مطالب ان هو يكسب وكله، ف عادي ده الطبيعي يعني بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، ده الطبيعي انك لازم تبقى مركز ولازم بتلعب على هدف واحد اللي هو تكسب يعني، فده الطبيعي وربنا بيكرم بقى بعد كده طبعا اداء اللاعبين وتوفيق ربنا ان شاء الله، فبتختلف ان شاء الله. حاجه رائعه جدا ان احنا ما بنشوفش لعيب اساسي ولعيب بديل في النادي الاهلي، كل اللعيبه بتشارك، ويمكن الدوره دي كمان او البطوله دي اظهرت عدد كبير جدا من اللعيبه، يعني رؤيتك كمان للعيبه دي بالذات اللي ما بتشاركش بشكل كبير كامل بيه؟ بص انا عايز اقول لك حاجه، احنا وربنا يكرم طبعا ونكمل ان شاء الله ونوصل فاينل، ولكن احنا البطوله دي احنا كسبنا منها مكاسب كتيره جدا جدا، ان انت عندك فرقه دلوقتي اللي هي ما كانتش بتلعب دي كلها لعبت، شفت ناس، عرفت المستويات في الاحتكاك الجامد، عرفت ممكن يدوك ايه، في ناس كانت بره الفورمه لانها كانت متعوره وبتاع ابتدت ترجع فورمه، فلا احنا الحمد لله القرار ان احنا نلعب بالفرقه الناس اللي ما كانتش تلعب ده كان قرار صائب جدا، وفي نفس الوقت انت ريحت الفرقه بتاعتك كمان اللي هي مستهلكه. احنا في ناس بقالها، بص اي حد في اوروبا بياخدوا اجازتين في السنه الواحده، 3 اسابيع وشهر، فاجازتين في السنه الواحده، احنا عندنا ناس بتلعب بقالها 3 سنين ما خدتش اجازه، فانت حرام يعني ما هماش مكان يعني، فكان لازم ياخدوا اجازه، فالحمد لله انت ابتديت ريحت ناس كتير، بتدور الفرقه، بتدور موضوع التدوير، في الاخر انت كسبان من البطوله دي مكاسب كتيره جدا جدا الحمد لله يعني. عايز اذكر كمان من المكاسب اسلام محارب وليد ازارو، يمكن منضمين حديثا لكن ظهروا بشكل رائع جدا 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 وانسجموا بشكل سريع جدا، بينعكس عليكم ازاي ده في مجلس الاداره على الاختيار الصائب ده كمان دي؟ والله والحمد لله احنا يعني الحمد لله لغايه دلوقتي 90% من الصفقات اللي احنا عملناها اظهرت انها صفقات كويسه، والدوره دي برضو اظهرت الكلام ده في كذا لاعب يعني، ف طبعا انت الواحد بينبسط ان هو بيحس ان انت برضه مهما كان ومهما كنت مقاييسه وبتشوف اللعيب وكله، لكن في الاخر برضه في لعيب ممكن يبقى كويس جدا لكن يجي يلعب معاك ما يقدرش يدي معاك، ليه؟ ما يتاقلمش مع اللعيبه، ما يتاقلمش على الضغط العصبي بتاع النادي الاهلي والجمهور وكده، ففي حاجات كتير ممكن غير ان هو لعيب كويس ممكن بتفرق، فالحمد لله البطوله دي برضه اظهرت لا الضغط العصبي واللعيب في، فانت الصفقات بتاعتك الى الان الحمد لله الحمد لله لا ماشيه كويس، اثبتت انها كويسه يعني، طبعا ده بيبسطك لان انت اختيابه معناه ان اختياراتك كويسه. شكرا جدا كامل بيهم، بريك لك ان شاء الله بعد المباراه. ربنا يكرم ان شاء الله. كل الشكر طبعا للاستاذ كامل زاهر عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري لعيبه النادي الاهلي، النهارده تحقق مباراه وفوز مهم النهارده ان شاء الله يصل بينا الى المباراه النهائيه. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. اكيد استاذ كامل زاهر بيتكلم على المكاسب في هذه البطوله، واعتقد عدها بشكل كبير، اهمها طبعا الاشتراك وفريق النادي الاهلي وان انت بتجرب بعض اللاعبين، فبالتالي دي حاجه مميزه جدا، ايضا على الصفقات الجديده للفريق ومدى تطورها مع الفريق والاندماج بشكل سريع ان شاء الله. كمان لسه الفتره الجايه كمان هتشوفوا صفقات ماشيه بشكل جيد جدا مع الفريق، طبعا الاختيارات او الاختيار للصفقات بتبقى مدروسه بشكل قوي جدا.